السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع يهتم به كل فرد داخل المجتمع، وهو تربية الأبناء. اتكلمنا عن مراحل تربية الأبناء بدءا من اختيار الزوج أو الزوجة، وعشان نكمل طبعا معاكم إن شاء الله يكون في سلسلة عن تربية الأبناء. عشان كده مشرفني ومنورني فضيلة الشيخ عصام عثمان الباحث بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمر، أهلا وسهلا. شرفني ومنورني. شرف لينا. ودايما تعبين حضرتك معانا. تحت أمرك. ولكن بناء على طلب الجماهير إن الموضوع في غاية الأهمية. نسأل الله القبول والتوفيق إن شاء الله وجزاكم الله خير. وجزاك. كلمنا طبعا عن اختيار الزوج والزوجة. نعم. خلاص بقى في زوج وزوجة، وأصبح بقى في بقى مرحلة حمل وبقى في أبناء. نعم. ازاي بقى ناخد بقى تربية الأبناء بقى في مرحلة الطفولة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمدا. الحمد لله على الآل والصحب صرمدا. الحمد لله الذي لولاه ما اهتدينا ولا صلينا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، تحدثنا قبل ذلك في لقائنا الماضي عن هذه الشروط التي نوعناها فضيلة الأستاذ عمر. اليوم نتكلم عن أو نكمل مرحلة من مراحل هذه التربية منذ النشأة والطفولة، ولكن سأجعل الحديث في هذه الدقائق عند المربي. قلنا الأصل في بناء الأسرة أو تكوين شخصية الأطفال في التربية المربي، لأن المربي هو القدوة، هو الأسوة، ينظر كل منا إلى أبيه وأمه، فيقلد الأب والأم في أقوالهم، في أفعالهم، في تصرفاتهم. فالنهاردة هتبقى رسالة للمربي، هو أنا مربي شاطر ولا ممكن أكون مقصر في تربيتي؟ المربي هنا المقصود به المقصود به الأب والأم، يعني مش عايز أقول أو في حالة عدم وجود الأب والأم. فاحنا قلنا لفظ المربي عشان يشمل الايه الطرفين. تمام. لان انا قلت ايه على الاب هيقولوا الام، مع ان الواقع ان الام هي اكتر وحده هي اللي بتربي. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، لان الاب كما هو معلوم وحالنا كلنا يجد ويعمل في العمل من اجل جمع المال لتحقيق مستوى راق لابنائه ولاسرته. فأخذنا لفظة المربي لأن كل منهما مربي، كل منهما مراقب على هذا. من أنواع المربين كل واحد فينا يشوف بقى نفسه. في عندي المربي الإطفائي. الإطفائي يعني الإطفائي. إيه؟ الإطفائي؟ آه، الإطفائي يعني كلمة دايما إيه؟ رجل المطافي. الرجل ده بيخش في اللحظات الحرجة عند إشعال النيران فيأتي صاحب هذه المهمة. في بعض الآباء هو بالضبط كده، يخش بس في الحالات الحرجة، مشكلة كبيرة يخش يضع الكلمة يقول القول وانتهت المسألة. تمام. ولم يعي أصل بداية المشكلة إيه، لم يتحاور، يعني استغل السلطة الأبوية أو المخولة إليه بأنه صاحب الأمر والنهي، فخلص أصدر فرمانا وقرانا، ولكن لم يتابع هذه، لأن لها من التتبعيات عند اتخاذ هذا القرار. أنت دخلت هنا، طب عرفت إيه الأسباب التي أدت هذا الطفل أن يفعل هذا العمل، أو هذه البنت تقول هذه الكلمة؟ لم يدخل، دخل بصفته ويلقي اللوم على الأم. الصنف الثاني أو المربي الثاني اللي عندنا المربي المروض. الترويض كلمة نسمعها لما نيجي نشوف كده السيرق القومي، يقول لك ده مروض الأسود، يعني شيء من الحزم القوة حتى يطيعه هذا الحيوان المفترس. ولله مثل، يعني حتى أعزكم الله، أي واحد فينا مربي لا مؤاخذة، يعني أعزكم الله عنده كلب في البيت، بيعمل إيه؟ بيروضه، بيبتدي يحط له تعليمات بإيه؟ الضرب، المنع، الشخط. دي حال الأبهات، وللأسف دي أخطر مرحلة وأخطر مربي اللي بيعلم أبنائه على هذه الطريقة، اللي هو الترويض. الترويض، لأن أنت هنا بتعمله إيه؟ فاقد الأهلية، فاقد الشخصية، متوتر، ليس لا يستطيع أن يتخذ قرار، قنبلة موقوتة لشخص هيبقى عدواني في المستقبل، اللي هو اعمل من غير تفكير، خلاص بقى مطيع ست، خلاص هيقعد مش هيتحرك، افعل كذا. هنا ده يكون سهل الاستقطاب، أي شخص يقدر يلعب في دماغه، يقدر يعمل له غسيل مخ.
دون مراد. ليه؟ لأنه أنت من صغرك وأنت لا تدري أيها الأب الكريم وأيتها الأم الفاضلة عن نوع هذه التربية. لازم نزعق علشان نسكت، ولما بيزعق فالكل سيسمع. هذه طريقة غير منضبط. نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء الآباء ولا يكون أبناؤنا هذه الصفة، لأنهم في الغد والمستقبل سيكونوا ذلك، مروضين الأسود. ماذا نفعل؟ نسمع معهم بعض الحالات يقول لك ده الأسد بتاعه هجم عليه. ولكن هناك في بعض الأمور تحتاج الحزم. ما احنا هنا الأمر إذا زاد عن الحد انقلب إلى الضد. يعني احنا عندنا دايما المعيار الوسطي أو المعيار الذي يكون فيه بين كفتين، لنا إفراط في المسألة ولا هو إغلاق تاما عندها. فهذه المرحلة أنا هنا المشكلة لنا باصص للغد. يعني إن شاء الله كما سنبين، لأنها هي المشكلة بعد فترة زمنية لما يخش هذا الطفل إلى مرحلة الشباب والفتوة، مرحلة المراهقة والشباب، هذه سينعكس عليه في شباب اللي انت جعلته بلا شخصية. بكرة لما يبقى زوج أو يبقى أب هيبقى عديم الشخصية، هيبقى عايز حد يقول له يعمل إيه. احنا هنا عملنا ايه؟ اصبح انسانا خاويا، هيبقى معتمد دائما عن الاخرين، ما يعرفش ياخد قرار لنفسه. فهذا عيب نشا منذ الطفوله وليس منذ الكبر. الناس يقول لك ايه؟ طب تربيه الشباب يا احباب. كان سيدنا وفضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله كان في احد الندوات دعية لالقاء محاضره، فكان تحت عنوان تربيه الشباب. فسيدنا كان يقول كده لمنظمين اللقاء، فقال يعني ايه؟ ليها تعليق بسيط، اللي احنا بس نغير تربية الشباب، لأن التربية في الصغر وليست في الكبر. في الكبر الشباب نتيجة للتربية منذ نعومة أذفارها. فأنا القضية دي هتنعكس في المستقبل. زي ما قلت حضرتك، بعض الناس اللي مربي كلب في بيته بعد فترة ممكن مع أنه بيسمع كلامه ويطيعه، بس جه فترة من الكبت ومن الضغط ممكن يهجم عليه، ممكن يأذيه. حد عنده قطة في البيت بيلعب بيها ساعات تروح مخربشاه، رغم اللي هي دايما قريبة منه. اللي بيراود الأسود كذلك. المثل ده لما نيجي نطبقه على أبنائنا وبناتنا، هي الابن من صغره انت حطه في هذه الخانة، لما يكبر هيبقى عنده شيء من الكبت، شيء من الضغط. هيبتدي أول من سيعاني المربي أو الأب والأم في هذه. فنقول للناس خلي بالك. طيب ما ده هيخلينا ان احنا نطرح سؤال، كيف نتعامل مع أبنائنا؟ ما انا في صنف ثالث عشان اقدر اجاوب على السؤال ده. المربي الثالث هو مين؟ المربي الايجابي. الايجابي هو ايه؟ الايجابي المشاركه مع ابنائه. انت بتشارك ابنائك وبتسمع كلامهم وبتكلمهم طبعا زي ما مش هقول لك هقول له لا مش انت اللي بتجاوب على السؤال، اسال ابنك بقى، اسال بنتك دلوقتي. مش انت جاوبت عليه وقلت انا بشارك بسمعهم ونقعد نتحاور؟ هقول له لا حضرتك مش انت اللي بتجاوب على السؤال ده، ابنك وبنتك هي اللي بتجاوب. هو بابا فعلا ايجابي بيسمع، يعني بيحاورك بيسمع كلامك، ولا هو كن فيكون خلاص بيشاورك في رايك ده، بياخد بناخد وندي مع بعض في الكلام ولا لا؟ فاللي يجاوب على السؤال ده الابناء، الراي للابناء. فالايجابي اللي هو يسمع يناقش يحاور في هذه المنظومه، يكون هو السند، هو الاب، هو الامان، هو القوه، يغرس في ابنائه الثقه، قوة الشخصية. نعرف بقى مميزات الإيجابي، قوة الشخصية والإيجابي ده تعزيز المطلوب. السلوك أو تغيير السلوك ده المفترض، ده النموذج اللي احنا المفترض نكون عليه. ليه؟ لأن هياخدنا بقى للإجابة على سؤال حضرتك هو إيه؟ طب هي إيه مميزاته؟ إيه صفاته؟ أو إزاي؟ طب دي شكل عام. طب في مهارات كده عملية نقدر نعملها؟ ننظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إلى المنهج القرآني والتربوي. الله جل وعلا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم. الآيات النظرة الأولانية ربنا بيقول لسيدنا النبي فبما رحمة من الله لنت لهم، أي الرحمة واللين ستكون دليل على أنك مربي إيجابي، دليل على أنك مربي جيد. سيدنا النبي كل القلوب كانت تهوي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يسمع له، الكل يحن ويرق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين: إن الله جل وعلا يحب الرفق في كل شيء، الرفق في كل شيء، وما وضع الرفق في شيء إلا زانه
وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أصحاب السنن: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فأقول الأباء والأمهات أنت فيك ده، ما هو ده ينعكس على الأبناء، وقبل ما ينعكس بينعكس أنت وزوجتك. لو كنت هينا لينا سهل قريب مع الناس، أقرب الناس لك هي التي جعل الله جل وعلا بينكم مودة ورحمة. الإجابة هنا للأباء، هي هنا المربين، إذا كان أبا أو أم، الرحمة واللين دايما، الرحمة والعطف والحنان دايما نشير إلى الأم. خلاص الأب دايما بننظر إليه نظرة الشد، مع أنه هو الربان، هو قائد السفينة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا للأمة كلها، وكان رحمة للناس كافة، للبر والفاجر، فكان رحمة للعالمين كما مدحه ربنا جل وعلا. فدي رحمة، الرحمة، اللين، الرأفة. هتلاقي الجواب في الثلاث كلمات: فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم. يعني بيدلنا تدليل أو مدلول تربوي، لما تيجي تتعامل مع الأبناء مش كل حاجة العقاب، مش كل حاجة سواء. فاعف عنهم إن عفوا تغافل في شيء، ضع العقوبة على قدرها واغفر. ما تجيش كل شوية تأنبه، مش كل شوية تقول له أنت أصلا مش هتسمع كده، أنت وحش، أنت كذا، أنت كذا. الاتهام المباشر للأبناء يضعف من شخصيته، خلاص هيكون انطوائي، هيحصل عنده مرض التلعثم، التهتهة. ابني كان بيتكلم عادي وكويس، بس بعد فترة ابتدى يتهته في الكلام، فالتقليل اللي هو عايز يقول الكلمة، عايز يقوله مش قادر. ليه؟ ضعف في الشخصية، لكل حاجة صد، عنف. لا، ده سبب عدم اختيار الكلمات، تكون إيجابي، تكون مباشر معاه. خلاص وشاورهم في الأمر، اسمع ماذا ستقول في كذا، طب أنت رأيك إيه، شايف إيه، وشاورهم في الأمر. خلاص ده مدلول تربوي منها. وإنت لو عملت ده مع أبنائك أكيد هتكون مربي جيد. لو بصينا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مع أخو سيدنا أنس من أمه كما جاء عند البخاري وغيره، فكان عمير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير. ده كان غلاما صغيرا، كان عنده نغير، يعني طائر يشبه العصفور، صغيرا فمات. فحزن ذلك الغلام الصغير، بص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليواسي. أنا عايزك بس تخيل مشهد سيدنا النبي، هم الدعوة والبلاغ والإنذار ونشر الدعوة والسلام والغزوات كل ده، وسيدنا النبي لا ينسى حالة غير: يا أبا عمير، ما بال النغير؟ كل ما يشوف أراد الآية أن يهون عنه، ابتدى يدعبه، حتى كمان استفاد، يأتي شراح الحديث يقول لك: الدروس والفوائد من ذلك الحديث، يجوز تكنية الولد وإن لم يولد له. اللي هو يا أبا عمير، طب ده لسه طفل صغير، هو خلف إمتى هو؟ فيجوز التكنية ويجوز التصغير، واسم عمر من باب التصغير، عمير من باب الإيه؟ المودة والرحمة. سيدنا النبي كان يرى الأطفال فيدعبهم، يسمع لهم، يقف يسمع إليهم وينصت إليهم. لو أي مربي سمع وأنصت لأبنائه ولغيرهم هيكون فيه هذه الصفات التي امتدح بها ربنا جل وعلا سيد الأنبياء والأولياء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك في تفرقة بين الأبناء؟ يعني كل ولد أو بنت يبقى ليها معاملة خاصة عن التاني؟ حثنا النبي صلى الله عليه وسلم العدل بين الأولاد، اعدلوا بين أبنائكم. حديث البشير بن نعمان أنه أعطى عبدا لابنه أو مولاد أو شيئا، فقال لأمه: اشهدي على ذلك. فقالت: لا أشهد حتى يشهد رسول الله، أنا مش هشهد الحاجة لما سيدنا النبي يشهد على هذا. فلما جاء لرسول الله قال: أولك غيره؟ أنت عندك عيال تانية غير ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أو أعطيت كل واحد منهم مثله؟ أنت اديته زي ما اديت غيره؟ فقال النبي: أعدلوا بين أبنائكم. طبعا ما فيش أب هيحب ابن عن الابن أكتر من التاني. اسأل أي أب: أنت بتحب مين من عيالك أكتر؟ هيقول لك كلهم واحد، فيش فرق ما بين ولد أو بنت. طبعا عايزين نصحح معلومة برضو من ضمن المفاهيم التي يجب أن تصحح: مفهوم الذكر والأنثى عند العرب قديما، المنظور وإذا كما يقول القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا سوء ما بشر به.
زمان كانوا بيخافوا ليه من الأنثى؟ بيخافوا مش علشان اللي هي حاجة وحشة لا قدر الله، لا، ولكن أنت كما تعرفون أن القبائل الأقوى كانت تغير على القبائل الأضعف، فكان يخاف الواحد منهم أن تسبى ابنته، فكيف يقبل على نفسه أن يراها في السبي أو يراها أسيرة أو يراها أمة عند أحد من الناس؟ فكانوا يخافون من مثل ذلك، وكانوا دائما يريدون الذكور من باب إيه؟ المباهاة والقوة حتى يشتد ساعد القبيلة أو رجالها حتى نكون في عزة وفي منعة بين القبائل. ولكن الأمر ليس فيه تفرقة بين الذكر والأنثى، حتى من الناس من القصص التي هي غير صحيحة يعني وباطلة، بس بنسمعها كتير يعني من بعض الدعاة والوعاظ، اللي هو مشهد سيدنا عمر لما قالوا ما أصعب يوم مر عليك يا عمر، فقال يوم أجئت أن أؤيد ابنتي أقتلها، الوأد البنات أؤيدها، وأخذت إيه تزيل التراب عن لحيتي. هذه لا أصل لها، هذه مش موجودة، باطلة، إحنا سمعناها وحفظناها وتبكي القلوب عند سماعها، وسيدنا عمر والناس بتحكي مشهد وكلمات سيدنا عمر لا أصل لها، لأن أصلا سيدنا عمر ملقب بمين؟ دائما يقول لك ايه؟ ابا حفص. ابا حفص ده بنته الكبيره، فلو كان ذلك لقتلها. وسيدنا عمر لما نحكي قصه الاسلام يقول لك ايه؟ سمع القران من فم النبي وهو يصلي في الكعبه فاثر فيه فاراد المزيد من القران، فلما ذهب مهرونا عرف ان النبي في دار الارقم قال لك اما اروح اسمع منه ثاني، فاعترض احد الناس خاف على رسول الله فقال اختك، اخته يعني هو لي أخت وسمع القرآن، لو كان ذلك ديدنة آل الخطاب لمات الأخت وقتلوها، ليس هذا المعنى. فطبعا كناحية عقلية يعني لما نيجي نحسبها كده ناحية عقلية فيه، حتى ناحية تاريخية وتأصيلية فلا أصل لها، فالمسألة فيها كبير. بالعكس لو نظرنا إلى السنة النبوية لوجدت أحاديثا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحثنا على أن البركة والنجاة من النار والفوز بالجنة في حسن تربية كل أب منا وأم إلى ابنتها. من رزق بثلاثة من الإناث عنده ثلاث بنات أو بنتين في رواية أخرى واثنتان خلاص، فأحسن إليهن، أدبهن وأطعمهن وكسهن وربهن خلاص، حتى مات الرجل خلاص كانوا له وجاء وحجابا من النار يوم القيامة. بص في البنات والإناث، فبورك وهنيئا لمن بشر بالأنثى ورزقه الله بالأنثى، فإن للنساء كما يقول العامة والناس البنات رزقها واسع. لا يا جماعة ده مثل بيتقال، بس السنة تقول ذلك، يعني مش مجرد مثل، لا ده حقيقة واقعة على أرض الواقع فعلا من السنة. الخير الكثير والكثير، فهن المؤنسات فاستوصوا بهن خيرا، حتى وصايا النبي استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فدي من رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقة بين ذكر الأنثى في المعاملة، الكل منهم ده دي مفروض ليها معاملة خصيصة، ولكن لا مفارقة في الحب والميل والعطاء بين الأولاد، وده طبعا مفيش. والخير الكثير والكثير عند الفتيات والنساء، فهنيئا لمن كان عنده من الإناث يعني. طيب هل هناك فرق بين الحنان والتدليل؟ ناس كتيرة بتخلط ما بين الاثنين، يعني أنا طبعا عشان بحب عيالي قوي، ممكن في ناس بترزق الولد أو البنت على مضض بعد سنين طويلة وعملنا عمليات وكذا، أو إحنا قعدنا فترة طويلة بما ربنا رزقنا، فبيجي الولد ده نفسهم يعملوا كل حاجة، فنقول لهم يا جماعة فرحانين بيه فكل طلباته مجابة، ده اللي هو التدليل بقى يدخل اسمه تدليل، اللي هو يعني قبل ما يفكر الطلب مجاب، ده تدليل. ليه؟ لأن الأمر ابتدى يزيد. أما الحنان والعطيفة ده أمر فطري، أنت بتخاف عليه بترعاه بتديله كل ما هو متاح ليك، بس بقدر، لازم يسمع كلمة لا في طلباته. لو كل حاجة حاضر أنا هنا بعمل إيه، هطلعه شخصية الطفل ده كان ذكر أو أنثى هيطلع أناني عصبي، وهيبتدي اللي هو يقول لك لا أنا كل حاجة أنا، وهيطلع ضعيف الشخصية متعود ياخد كل حاجة حب الامتلاك، هيطلع عنده النرجسية أنا أحسن واحد عشان كده، أو حتى أب يبقى عنده مثلا بنات كتير ونفسه في ولد، أول ما يجيله الولد سبحان الله فيبقى هو، طب دي أخته الكبيرة، لا هو الراجل. هذا فكر خاطئ،
انت لما تعوده من صغره مالكش دعوه باختك، وفي ناس ثانيه تعكس مالكش دعوه باختك. طب فكره تجهيز الطعام ودايما امي حضري الاكل لاخوكي، نعم، هل دي فيها مشكله؟ طبعا هي الطبيعي، هي دي شغلتها ومهنتها الطبيعيه، وهي افضل مني في اعداده، بس لما انا هتطلب بنيه اللي هو انت عشان كده وبس، طب انا ممكن اعمل ده؟ لا مش هعمله. في استطاعتك تعمل ده؟ لا مش هعمله. طب والكلام ده صح ولا غلط؟ دايما كل مردودنا للقران والسنه. فنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول امي من عائشه: كان النبي في خدمه اهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخشف نعله، ولكن اذا اذن للصلاه خرج وكان لم يعرفنا، يخش ويحلب الشاه. ما مش ممكن زوجات سيدنا النبي هيعمل ده، هيشيلوه مع الارض شيد. الصحابه نفسهم عايزين يشيلوا سيدنا النبي على الارض شيد، فسيدنا النبي لا، هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله الأسوة الحسنة، قدوة والأسوة والمقام لسيدنا النبي. لا، إن استطعت أن تفعل ذلك تشبها بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنت إزاي تحب تنال شفاعة النبي يوم القيامة وأنت لم تقترف ولم تأخذ شيئا من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم. إذا أحب إن المحب لمن يحب مطيع، الكل يزعم حب النبي، طب اللي بيحب حد يسمع كلامه؟ طب انت بتسمع كلام سيدنا النبي؟ بتقلد سيدنا النبي؟ احفظ هذه الكلمات الثلاث: خذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ عن رسول الله صورة، صورته شكله كان ايه، وخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سريرة حال قلبه ايه، خذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة، سيرته كانت ايه. امشي بين الناس بهذا الشعار وبهذا الخلق، ستكون بين الناس مألوفا ومحبوبا، وستكون ضمن من يشفع لهم النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنخرج لفاصل وهنرجع لحضراتكم تاني، انتظرونا ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم من جديد، وما زلنا في الحديث عن تربية الأبناء، ومشرفنا فضيلة الشيخ عصام عثمان. أهلا وسهلا بحضرتك، وطبعا برحب بالزميلة سمر عبد الله اللي شرفتنا. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا يا عمر. السلامة. الله يسلمك. طريق صعب. الطريق زحمة جدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وأهلا بأعزائي المشاهدين في برنامجكم هو المجتمع، وهنكمل النهاردة حوارنا مع فضيلة الشيخ عصام عثمان. وعايزين نعرف أكتر بقى في تربية الأطفال، في مشكلة كلنا بنقع فيها أو معظمنا، اللي هي ان انا ممكن ادلل كتير بسبب حنيتي الزايده على اولادي. فانا واحده من الناس حنينه جدا على بناتي، وبقع في المشكله دي، بس فعلا بلاقي ساعات في سلوكيات بتتغير. عايزين نعرف من حضرتك ايه التدليل والحنان، ممكن يضره ولا ينفعه؟ بسم الله وكفى، وصلاه وسلاما على نبيه الذي اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. تعالوا نحط كده ايه المعايير الحنان الطبيعيه المقبوله اللي هي مش هتخلينا نطغى ونخش في مرحله التدليل. لو دخلنا فيها ايه المعوقات وايه السلبيات اللي في مرحله التدليل. مرحله الحنان الطبيعيه دي فطره وضعها الله جل وعلا في قلوب الاباء والامهات. الطريقه السويه اللي هي تشكل في وجدان ابنائنا وتقدر تبني شخصية عنده قوة، عنده ثبات، عنده ثقة في النفس، تقدر تكون هي دي الركائز والأعمدة التي ستشكل عليها في مرحلة الشباب والفتوة، اللي هو إيه؟ كل أم فينا اللي هي الحنية، المداعبة والملاعبة، الضحكة، البسمة في أوجاء أمها، وهو بياخد الدش بتاعه بعدين وأنا فيه ألعب معاه بالمية، أبتدي أتودد إليه، أبتدي لنا أغدق عليه كلمات من الإحسان والإطراء المحدودة المقبولة غير المبالغ فيها، أبتدي وأنا بأعده للذهاب إلى المدرسة أو إلى الحضانة أو إلى العملية، أبتدي لنا أشجعه، أبتدي لنا أحضر له أكله، أبتدي لنا أودعه بسلام وابتسام، وأول ما يرجع أبتدي لنا أتبادر إليه بحب وحضن، وأبتدي أسأله عملت إيه، أخبارك، أبتدي أسأل عن شغف اللي أنت كنت وحشني، أسأل عليه. لما هسمع ردود أفعاله واسمع كلماته أنا هبتدي أقيم، لو لقيت فعل حسن أسميه كويس، شاطر، برافو، زود من كذا. خلاص أنا كان معايا شندوتشاتي وواحد صاحبي قال لي هات أعمل إيه، كويس اللي أنت اديته، شاطر، اديله اللي يبقى في إيدك، ادي الخير حتى لو معكش اديله حتة منه، اللي هو تعوديه على العطاء، يبقى أنا كده مبقاش أناني.
هذه الأمور تربي في الولد قوة الشخصية، عنده عطاء يبذل للناس دون الأنانية. هذه الأمور، أنا طالب طلب ما، هبتدي أقيسه، طب لو الأمر ده ضار أنا عايز كذا، الحلويات مضرة قوي كترها فغلط، طب عشان حبي وخوفي عليك، طب أنت ليك قطعة واحدة فقط، فحاول ده، حاول أبتدي في عطاء بس بمحدودية كده. محدود وعرفه اللي هو مفيش قابلية، لأن ممكن طب هل من مزيد، طب كمان واحدة، لا يبقى هو عارف اللي هو إيه ده، جه بعد مناقشة وحوار. أنا أبتدي الحنية بالطريقة دي، واللي أنا أهذبها وأضعها في سلوك منضبط، هيكون المسألة يعني في المقبول، ليس فيها شيء، بالعكس ده طبيعي ما بين الآباء. افرض الحنية ازاي ده، أو الحنية الموجودة الفطرة يعني بتاعت الأم، خلت الطفل عنيد، أو إن هو ما يسمعش الكلام، أو ما أنا ماما بتقول لي ماشي ما بتقولش لأ، تمام. ازاي أقدر يعني أمسك الميزان كده؟ ما احنا بقى لما هنجاوب بقى على التدليل، إيه مداره أصلاً؟ وإيه اللي دايماً المشاكل بيسمعها؟ التدليل هو الرغبات المجابة قبل السؤال، وحتى وإن سأل أخذ الأمر زيادة عن الحد. أنا ممكن يعني، وده يعني فهم قد يكون خاطئ عند البعض، أو يعني أنا ناحد من الناس برضو بقوله لنفسي، أنا مثلا زمان والدي كنت أطلب منه ده يقول لي لأ، مرة ومرة لأ، طب أنا نفسي كذا، لأ، طب ما أنت أنا شايف أنت معاك فلوس، طب ما تديني أجيب اللي أنا نفسي فيه، لأ، ما مش خدت مرة، خلاص في غيرك من إخواتك، زي ما أنت خدت يبقى لازم أن ياخد، فأنا مش هقدر أدي الكل، يبقى أنت مش هتاخد عشان كلكم واحد. أنا مش فاهم ده، فقلت لما أكبر أنا هدي عليه كل حاجة، اللي أنا اتحرمت منه وأنا صغير أنا هديه. الفكر ده بعد مراحل لقيناه فكر خاطئ، لقينا الأعراض أو النتائج المترتبة على هذه الفكرة، اللي أنا وأنا صغير كنت محروم من ده، أو أنا وأنا صغير شقيت في كذا، فأنا مش عايز عيالي يتعبوا زي ما أنا تعبت، مش عايز عيالي يتشقوا زي ما أنا شقيت، مش عايز عيالي يتحرموا زي ما أنا اتحرمت، أنا كان نفسي في ده. فطبعا كل دي حاجات هي في الظاهر امور جميله وطيبه وامور كويس، بس ممكن تضر الابناء، بس لما انا بزودها عن حدها اقول له طب ماشي. وسبحان الله، يعني هسالك سؤال كده وتجاوبي للجمهور كده على الملا. مامتك زمان، فضلت الشيخ السؤال بس بعد مكالمه معانا، مكالمه الدكتور منى عبد اللطيف استاذ التربيه المقارنه بكليه التربيه جامعه الفيوم. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الحديث النهارده بنتكلم عن تربيه الابناء. طبعا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن مرحله ما قبل الزواج، اختيار الزوج، اختيار الزوجه. النهارده بنتكلم بقى عن مرحله الطفوله. طبعا اتكلمنا عن التدليل والفرق ما بين التدليل والحنان، طبعا مع فضيله الشيخ. بالنسبه بقى التربيه من وجهه نظر حضرتك في مرحله الطفوله، ازاي الاسره تستخدم اسس للتربيه، الاسس الصحيحه؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحياتي لكل الضيوف وحضرتك. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك يا دكتور في البرنامج. يعني انا طبعا التربيه هي تنشئه، بتبدا منذ الصغر وتنتهي بانتهاء الاجل، ليس هناك توقيت لانتهاء التربيه. التربيه توجيه، التربيه نصح، التربيه تعديل السلوك الاحسن. الطفل طبعا لازم أغرس فيه القيم والمبادئ الصحيحة منذ الصغر بأسلوب فيه حب، فيه ترغيب وليس القسوة والعنف، والترغيب قبل التهذيب. لأن احنا لو بصينا للفرد هنلاقيه مكون من خمس جوانب: جسمي، عقلي، وجداني، حركة فعالي أو اجتماعي، يعني خمس جوانب. تمام. طيب انا لو جانب طغى روحاني او عقائدي، لو جانب طغى على جانب او قلت في التربيه او التوجيه بجانب، هيبقى فرق نفسي، يبقى عندنا مشكله. فلابد اتفرج طبعا، يعني اقول جسمي، عقلي، وجداني، اجتماعي، عقائدي او روحي. تمام. اللي هو خاصه الديني يعني. يبقى انا بنشئ الطفل صحيا وعقليا واجتماعيا وابدانيا وعقائدي من كل الجوانب بمسك الطفل. افترض الطفل ده اخطا في شيء، انا النهارده هعاقبه بشده وقسوه وعنف؟ لا، لازم الترغيب قبل الترهيب، ونفهمه ده غلط، اخطات في شيء مش تاني احبه. وعايز اقول حاجه برضو،
اتفضلي. الطفل المقسو عليه يساوي طفل مدلل. صح. يعني انا لما ادلل طفل نتيجته هي نفسها الطفل اللي انا بقسو عليه في التربيه. احنا عايزين طفل سوي، فرد سوي. يبقى نتابعه بالتوجيه، بالحب، بالترغيب قبل التهديد. بنشكر حضرتك. زي ما قال ربنا في القران: ولو كنت فظا غليظ القلب. نعم انفضوا من القلب. صلى الله عليك سيدي. فطبعا صدق الله العظيم، لازم الطفل ده امانه، امانه. احنا بنقول ده في الصال بنشكله. حسب تشكيله بيجمد. كل ما يكبر ويطلع عقلين او مبادئ غير صحيحه او غير مطلوبه، يعني اساليب غير مطلوبه، صعب ان انا اغير منه. هو من صعب الانفصال يجمد ده في قصه اجتماعيه، بس التربيه شكرا 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 لحضرتك دكتوره منى عبد اللطيف، استاذ التربيه المقارنه بكليه التربيه بالفيوم. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك فضيله الشيخ. طبعا احنا حابين نشوف راي تربوي. هي جاوبت فضيله الدكتوره جزاها الله خيرا على اجابتي، فهي جاوبت، فكده خلاص هيبقى اضافتي يعني لا قيمه لها بعد كلامها ومن اهل التخصص يعني، فاللي هي فعلا فضلتها اشارت اليه. حتى كمان لو نظرنا في تكمله الايه التي ذكرتها: فاعفوا عنهم، اللي هو ايه؟ يبقى الترغيب، فاعفوا عنهم. أيوة. واغفر لهم كمان، مش مجرد بس عفو خلاص. طب هو ايه الفرق بين العفو والمغفره يعني؟ العفو انا سامحتك بس انا زعلان منك، قلبي شايل، بس لما اغفرها لك اللي انا خلاص مستتها. الغضب اللي جوايا شايل. والثالثه وشاورهم، اللي انا طب اناقشه، انت شايف اللي حصل ده صح ولا غلط؟ طب ايه؟ انا خليه انشا حوار، يخليه عنده شيء من المجادلة. طب خلاص انت شايف ده، خلاص بدل انت اقتنعت. اهم حاجة اقرارك، المعرفة، الاقرار بالخطأ في حد ذاته اعتذار واقرار. يبقى انا كده المطلوب. اما ان انا اجادل ولا وابرر خطأ واحاول اجمل الخطأ، ده طبعا مفهوم سلوكي وتربوي خاطئ. التدليل بقى ايه المخاطر بتاعت التدليل؟ زي ما قالت الدكتوره برضو، ما هو الطفل دايما اللي انا بشد عليه واضيق عليه، اللي هو اللي احنا ذكرناه في الفقره الاولى، اللي هو ايه؟ تحت سيطره المربي، المروض. المربي يزعق يشخط ليه؟ علشان يقدر يسيطر عليه، فبينطوي بيسمع ضغط. في اباء فاكره مع كلام حضرتك، في اباء تيجي تقول لابنها ده فلان مثلا ابن فلان، تبص له بس يسكت. نعم. يعني من النظره بمناسبه الاباء برضو معانا اب، معانا محمد. اهلا وسهلا بك يا محمد. استاذ محمد، الو؟ مفيش محمد. ماشي اتفضل يا استاذ عصام. حضرتك بقى يا فضيلتك كنت هتسالني سؤال. انا كم من الامور اللي والدتك زمان كانت بتقول لك بلاش تعملي كده، وانت كنت تقولي يو بقى حاضر حاضر حاضر، وانت لما كبرتي بعمل نفس اللي هي بتعمله بالظبط. لان لقينا فعلا والله تربيه أبائنا لينا زمان، المنع، مش كل حاجة مجابة، ومش كل حاجة ولا كل حاجة لا. بتتفرج علينا على فكرة والله، وهي عارفة إن هي ربتني بالطريقة دي. ربنا يبارك في عمرها. ربنا يبارك فيها. هي فعلا فكرة إن الأم دايما بتقول لبنتها ده غلط، ما تعمليش ده، تعالي نعمل كده أحسن. أنا دلوقتي بعمل كده مع بناتي. طب ليه ما كنت زمان بتقولي؟ وبرضه نفس الفكرة، لو بنتي بقى عنادية أكتر مني، أنا كنت ممكن أقول حاضر بسرعة، وساعات برضه أتأفأف شوية اللي هو مش قادرة. طب أنت عارفة ده ليه؟ ليه؟ ما احنا الأضرار بتاعت الطفل المدلل، الأنانية، العصبية، اللي هو كل حاجة لا، ولو ما خدهاش يبتدي بقى إيه؟ يلح عياط وزن دب دب. فأنت عشان زهقتي خلاص فتعملي إيه؟ خلاص بقى. وده غلط. ده غلط. هو ده أول اختبار. لو مرة وأول مرة لو أنت رجعت في قرارك أنت خدتيه، أو في عقوبة أنت رجعتي فيها أول مرة، عرف إن أنت خلاص مهما أنت غلظي من العقوبة، لو حبيت تعاقبي لا، وهو كل مره ما رضيتيش هزلنا اكتر، صح، هدبدب في الارض اكتر، علشان هتزهقي هتلبيه. طب الشخصيه دي بقى احنا بصين لها وهو لسه طفل صغير، نقدر نعالجه ازاي؟ بكره ما هي المعالجه ازاي؟ اللي هو بالحوار، مش كل حاجه لا، لما اقول قرار خلاص بقوله عن مناقشه، مش بالزعيق اللي هو لا يعني لا اخفى عن وشي دلوقتي، مش فايقه لك، انا مش لا، اللي لازم اقعد اسمع. مين بقى اللي يناقش؟ هل الاب ولا الام؟ ولا على حسب الشاطر فيهم في النقاش مع الأولاد؟ دي هقول نصيحة دايما كده للتربية، لأن ساعات الأب بيقول لك الأم دي مهملة، فخلاص فيبقى رمى طوبتها
وكده الام تاخد قرار يجي الاب سيبك سيبك اعمل كذا والعكس سيبك من بابا خلاص هو جاي كده سيبك هو خلاص اعملي كذا. هذه من أسوأ طرق التربيه طبعا. المفروض انا والزوجه نتفق طب احنا هنعمل ايه خلاص انا شديت انت ارخي طب روحي من ورايا قولوا طب انا هتكلم مع بابا وهحاول اخد منه وعد او اللي هو يحاول يتنازل بس على شرط كذا مع ان هي قايله لي خلاص والشرط كذا بعديها بشويه خلاص عفوا رفعت القضيه افراج عندنا كذا والعكس ده ماما هنا مش ماما قالت لا طب انا جاي اقول لك بتقولي لي ليه ما هي انا وماما واحد صح اللي هي هتقوله انا هو الاصبح الولد هو ايه ما هو ذكي بيلعب على الطرفين اشوف مين هيوافقني بابا كاس طب هات اكلم بابا بس بابا في الشغل لما يجي بقول له عارف بابا بيجي متاخر طب هات اكلمه فيكلمه في التليفون فهو يبقى مشغول طب ماشي خلاص انا مش فاضي او ده طب ماشي حبيبي بس لا شوف ماما هتقول لك ايه ايه ده يعني معنى كده الاثنين اما لو اب كسر كلامه كسر كلام الام والام كسرت كلام الاب اصبح هنا الطفل ذكي جدا طبعا. هيلعب على الوتر ده فبالتالي هتكون شخصيته او طريقه معاملته ده لما نيجي نعملها اقول هم مفككين هم الاثنين فبالتالي لا او ممكن تبقى الجده تبقى احنا حاطين رولز معينه قصه ثانيه بقى الجد طيب فضيل الشيخ بقى هنوجه بقى رساله طبعا هو مش وقتها احنا يعني. لسه هنجيلها فيما بعد ان شاء الله يعني. ولكن للأبناء الذين يعقون أبنائهم والله يعني أنا عارف إن إحنا لسه ما جيناش للمحاضرة ولكن ده سؤال يعني في غاية الأهمية خلاص ممكن نجعله مطية للقاء اللي جاي أو هنجعلها رسالة يا ريت ما تعقش أمك وأبوك ويا ريت ما تعقهمش فاللي كل عق أنا هقولها لك في رسالتين اتنين بس ويا رب اسمعهم بقلبك قبل ما تسمعهم بودانك لعلها تباشر بشاشة القلوب فيغفر الله لك. كان في زمن الإمام مالك بن نار كما يلقب إمام العباد والزهاد فكان في عام ذهب إلى حج بيت الله وهو في منى فيها مبيت ثلاثة أيام في منى بعد النزول من عرفات فيرى في منامه أن الله جل وعلا غفر لأهل الحجيج إلا رجل من خراسان سمى هارون الخراسان قال لعلها أضغاث أحلام يعني فيأتي باليوم الثاني يرى نفس الرؤيا ويرى نفس المنام فأن الله غفر إلا لذلك الرجل ثالث يوم فقال أذهب فأخذ يسأل أين قومي أو الأكفاء كل بلد لها أين قومي خراسان ومن أون وفد في خراسان فقالوا هذا قال أفيكم رجل قالوا عابدنا وزاهدنا قال عابد وزاهد قال صوام قوام لا ينقطع عن الصيام حتى حينما رأى وجهه إيه شاحبة يعني شكله كده دبلان من كثرة الصيام وراه دائما يصلي قال فجلست حتى يفتغ من صلاته بعد ما فرغ فقال أأنت فلان قال خلي عني لا أريد شيئا سيبنا أنا الناس كلها بتصدق تسيب الصلاة وعايزة تقعد تلف يعني رجل مقبل على الطاعة ومقبل على العبادة قال خلي عني أتريد أن تقول لي أن الله جل وعلا غفر لأهل الحجيج ولم يغفر إلا لي فتعجب الإمام يعني التعالي قال جاءني 40 رجل من الصالحين مثلك وأخبروني هذه المقالة قال ماذا فعلت 40 سنة قال وما من يوم ينشق فجره إلا وتراه صائما قائما يتصدق يعتق العبيد كل يوم على مدار أكثر وكل سنة يحج البيت الحرام والله جل وعلا يقبل حجيج ولم يقبل منه قال ويحك ماذا فعلت قال خلي عني قال والله لا أخليك حتى تقول لي فقال وأنا في شبابي فضلت الشيخ بقى دي بقى تبقى قصة تشويقية للحلقة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تسمع هي إيه انا نفسي اسمع السبب للأسف حتى بسرعه زي كل مره معلش ان شاء الله لو على التتر ممكن الحقها معلش طب بسرعه يا شيخ خلاص عمل ايه فانزل امه سكر في يوم 29 شعبان بكره رمضان فيله مع شبابه ماذا يفعل امه تقول له ايه اللي اخرك الناس تغتسل وتصلي وتقبل على الله ضرب امه بالقلم رماها في التنور من فئه رماها فيها ودخل على اوضته في الاخر من كتر شرب الخمر ذهب العقل فمراته بتقول له يعني ويحك تريد أن تقتلي كما قتلت أمك قال أين هي قالت في التنور فيفتح فيخرجها وهي فحم لا حول ولا قوة لعب به الخمر استغفر
لعبت به الخبر حتى قتل امه. فإن الله وإن إليه راجعون. فضلت الشيخ بشكر حضرتك شكرا جدا. شكرا جدا فضلت الشيخ، اسعدنا بوجود حضرتك جدا. شكرا 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 طبعا بشكر حضراتكم، على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.